السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب، ويلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه رائعه لزياده او تكبير الارداف المؤخره. وصفه مجربه صحيحه 100%، ما عندها حتى شي اضرار. كيف ما كنعرفوا اي بنت ولا اي مره كيف ما كان الحال كتبغي تكون شويه عامره كما كنقولوا، واخا كيكون الجمال الجميل جمال الروح او الجمال الداخلي، ولكن كيبقى داك الجمال الخارجي كيكمل شويه. المهم علينا، عندنا الوصفه مكوناتها بساط بزاف البنات. عندنا هنايا ما غاديش نستعمل زيت الحلبه في وصفه اخرى، يعني كتبقى اللي بغى يديرها. انا غنستعمل معكم زيت العود او زيت الزيتون، يعني الوصفه الاساس ديالها هو الطريقه ديال الاستعمال ديالها الصحيح، هو اللي كيعطي النتيجه وكتبان النتيجه في رمشه عين البنات. المهم المكون الاول اللي هو زيت العود، وعندي هنايا نيفيا. البنات نيفيا عندي راه سالت ليا، غير بغيت نوريها لكم باش اللي ما كيعرفهاش يشريها. هذه هي نيفيا البنات كيف ما كتشوفوا، سمحوني غتشريوها من العطار، كتباع ما غالياش، رخيصه، كتقولوا ليه بغيت نيفيا الاصليه كيعطيها لكم. البنات الطريقه ديال الاستعمال كما قلت لكم ماشي نيفيا من العطار، طريقه الاستعمال البنات كناخذ واحد الكميه ديال نيفيا وكنخلطوها مع الزيت، وكنديروا هذه الوصفه هذه جوج خطرات في اليوم باش كتبان النتيجه بالزربه، كتبان النتيجه. خاصكم داوموها البنات، اي وصفه كديروها كنصحكم بالمداومه، ماشي غادي ديريها نهار ولا يومين وغتقولي فوالا ما عطاتنيش نتيجه، بالعكس خاص المداومه ديال الوصفه. البنات كما قلت سمحوا لي كنقطع الفيديو، اي وصفه خاص المداومه ديالها باش كتعطي النتيجه، وقلت لكم خاصكم ديروها جوج خطرات في اليوم باش كتبان النتيجه وبسرعه. وصفات كلهم اللي كنزر مجربين، ما كنبغيش نعطي وصفه ما مجرباش، يعني ما كتكونش عندها فعاليه. المهم ندوزو الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه. دونك مثلا حنا خلطنا هنا نيفيا وزيت العود، غادي ناخذوا كميه بحال هما هكايا، وغادي نمشيو للبلاصه اللي بغينا تزاد لينا الوزن ديالها او الحجم ديالها، مثلا الخدود ولا الفخذين، الصدر. هاد الوصفه هذه كتليق ليهم كاملين وما عندها حتى شي اضرار البنات. زيت العود بالعكس كل ما دهنا به كل ما راه صحي وكيعطي واحد المتانه او واحد واحد القوه للجلد ديالنا، كيولي عاد يعني عاد كيعطيها واحد النعومه وكيمدد البشره ديالنا. دونك البنات غادي ناخذوا مثلا الوصفه ديالنا بحال ما هكا، وغادي نشدو البلاصه اللي بغينا نزيدو الحجم ديالها من الاسفل طبعا للاعلى، وحنا كنديرو على شكل دائري باش الدوره الدمويه كتحرك في ديك البلاصه، وكل ما تحركت الدوره الدمويه كل ما ديك البلاصه كيزيد الانتفاخ ديالها والدم كيتحرك فيها. كما قلت البنات يعني المساج مهم جدا جدا في هذه الوصفه هذه، كل ما حركنا ديك البلاصه او الدوره الدمويه كل ما البلاصه كيدخل لي هذاك المساج والدوره الدمويه كتحرك وكيتزاد الحجم ديال ديك البلاصه. يعني وصفه سهله ماهله البنات، غير اللي ما بغى يجربها بلا ما تعكسوا عليها جربوها، ما غادي تخسروا والو. النتيجه راه كتبان في 15 يوم البنات، 15 يوم كتبان النتيجه، كيبان